الابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا في انجيل يوحنا اصحاح 14، وصلنا لغاية عدد، حد فاكر؟ 23. نقرأ الجزء اللي فات برضو كمراجعة وبعدين نبتدي في الجديد. نقرأ من أول عدد 15. إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد. روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه، وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم. لا أترككم يتامى، إني آتي إليكم. بعد قليل لا يراني العالم أيضا، وأما أنتم فترونني، إني أنا حي فأنتم ستحيون. في ذلك اليوم تعلمون أني أنا في أبي وأنتم في وأنا فيكم. الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحب أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. قال له يهوذا ليس الإسخريوطي يا سيد، ماذا حدث حتى أنك مزمع أن تظهر ذاتك لنا وليس للعالم؟ أجاب يسوع وقال له إن أحبني أحد يحفظ كلامي، ويحبه أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. لو اسم ظنهم، وقلنا دي شبه الآية بتاعت 21، الذي عنده وصاياي ويحفظه هو الذي يحبني، والذي يحبني يحب أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. ملخص الآيتين دول أو المعنى الواضح فيهم أنه عشان نقول إن احنا بنحب ربنا لازم نحفظ وصاياه. لو حفظنا وصاياه هنبقى بنحبه، لو حبيناه هنتمتع بحبه، ومن خلال حب المسيح هنكتشف حب الآب السماوي ونبقى مسكنا للثالوث أو منزلا لسكن الله. يعني مش هتبقى بتتكلم عن ربنا كشخص غريب أو كمعلومات لاهوتية، هتبقى بينك وبينه عشرة، وهيبقى حياتك منزلا له وعنده نصنع منزلا. الذي لا يحبني لا يحفظ كلامي. يعني زي ما قال من يحبني يحفظ كلامي، قال عكسها، قال اللي ما بيحبنيش ما بيحفظش كلامي. أخاف ينطبق علينا المعنى ده. إن كنا لا ننشغل بحفظ كلام الله ممكن يتقال علينا كده، الذي لا يحبني لا يحفظ كلامي. لما يجي أب يقول لابنه كم مرة أقول لك كده وما تعملش، وأنت مش بتحبني؟ هي نفس المعنى. ساعات تفضل تهاتي الأم أو الأب في أولادها، يا ابني اعمل، يا ابني سوي، يا ابني روح، مرة واثنين وعشرة، وبعدين يعاتبه ويقول له يعني أنت مش بتسمع كلامي ليه؟ مش بتحبني؟ هي نفس المعنى. الذي لا يحبني لا يحفظ كلامي، والكلام الذي تسمعونه ليس لي بل للآب الذي أرسلني. برضو كل مرة يتكلم عن علاقته بيهم يدخل الأب في الموضوع عشان يثبت أنه الأب واحد، وأنه مرسل من قبل الأب لكي يكون الجميع واحدا فيه ويجعلهم واحدا مع أبيه. فبيقول الكلام اللي انتوا سمعينه مش كلامي أنا، ده كلام الأب الذي أرسلني. بهذا كلمتكم وأنا عندكم. يعني أنا خلصت كلامي معاكم، أنا كلمتكم وأنا معاكم. الفترة الجاية مين هيبقى معاكم؟ سبق وقال لهم أنا ماضي، لكن أرسل لكم المعزي، معزيا آخر. أما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سبق وتكلمنا عن
الروح الحق أو الروح المعزي زي ما ذكروا في عدد 17، وقال عنه المسيح لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يرى ولا يعرفه، أما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم. وقلنا أن الروح القدس اسمه الروح المعزي واسمه روح الحق، ويمكث معكم إلى الأبد، وهو معزيا آخر يعوض عن غياب المسيح له المجد. هنا بيقول كلام جديد عن الروح القدس، يقول أن الآب يرسله، في موضع آخر قال أنا أرسله إليكم. طيب هو الأب اللي بيرسله ولا الابن اللي بيرسله؟ وماله ما ينطبق على الأب ينطبق على الابن هنا، لأن الإرسال يعني بيحصل في الزمن، يعني الروح القدس أرسل إلينا على الأرض ومكث فينا كبشر من يوم العنصر، من يوم عيد الخمسين. فهنا ممكن نقول أن الآب أرسل الروح القدس، وممكن نقول الابن أرسل الروح القدس. ليه عند الانبثاق لما نقول كلمة انبثق نقول لا الأب بس؟ لأن في فرق بين الانبثاق والإرسال، مش فاكر شرحتها قبل كده ولا لا. هتلاحظوا في الإصحاح اللي جاي بعد كده يتكلم عن من عند الآب ينبثق، وما قالش من عند الابن ينبثق. في فرق بين كلمة انبثاق وكلمة إرسال. الإرسال ممكن يحصل، لازم يحصل في الزمن، يعني إيه؟ يعني الروح القدس أرسل إلينا في زمن ما. لكن هل الروح القدس كان موجود قبلها ولا لا؟ كان موجود. أما الانبثاق فده من طبيعة الروح القدس، يعني الروح القدس منبثق من الآب. بمعنى لما وصفنا الشمس وقلنا الشمس طالع منها نور وطالع منها حرارة، والثلاثي ده واحد، يعني ما تقدرش تقول الشمس شمس من غير نور ومن غير حرارة. من ساعة ما كان في شمس كان طالع منها نور وطالع منها حرارة. إذا صفة خروج الحرارة من الشمس هي صفة ملازمة للحرارة من ساعة ما كان في شمس. لكن دلوقتي الكنيسة دافية أو سخنة عشان الشمس دخلت، ده دلوقتي، لكن بعد ساعتين ثلاثة مش موجودة الشمس، فاهمين؟ يبقى هنا الحرارة بتدخل وتخرج مننا أو حوالينا، ده في توقيت معين، فممكن نقول الشمس بعتت حرارتها لينا الصبح. لكن لو قلنا الحرارة خرجت من الشمس دي من ساعة ما كان في شمس تاني. الانبثاق لما نقول الروح القدس منبثق من الآب، دي صفة ملازمة من للروح القدس منذ الأزل، زي ما نقول عن الابن بالضبط مولود من الآب قبل كل الدهور. لكن نقول الآب أرسل ابنه في ملء الزمان، هل نقدر نقول أن الآب أرسل ابنه قبل كل الدهور؟ تنفعش طبعا، الابن موجود منذ الأزل لأنه مولود من الآب قبل كل الدهور. لكن لما جالنا على الأرض جالنا في يوم معين في زمن معين، لكن هو موجود من الأول. الروح القدس نفس الكلام، هو موجود من الأول في الآب، منبثق من الآب. فهنا كلمة منبثق طلع من المصدر بس، وعندنا مصدر واحد للاهوت هو الآب، ماشي؟ لكن الإرسال يعني الروح القدس تعامل معنا إمتى؟ دي في الزمن، وبالتالي ممكن نقول الابن أرسل الروح القدس أو الآب أرسل الروح القدس تمشي. لكن عند الانبثاق تفرق. ليه؟ لأن الانبثاق بنتكلم عن حاجة قبل كل الدهور، ولو قلنا هنا انبثق من الآب وانبثق من الابن يبقى عملنا مصدرين، يبقى عملنا إلهين، يبقى دخلنا في تعدد آله. يا ترى فهمنها ولا لسه؟ تاني، احنا الثالوث بتاعنا الآب وكلمته وروحه. الثالوث بتاعنا ثالوث الآب، يعني ايه؟ يعني الآب كلمته اللي هو الابن المسيح له المجد، والروح القدس. الابن مولود من الآب والروح القدس منبثق من الآب، فده اسمه الثالوث بتاعنا.
لو قلنا ان الثالوث بتاعنا الروح القدس خارج مرة من الاب وخارج مرة من الابن، كأننا ميزنا الاب والابن في الهين، في كيانين منفصلين. فالانبثاق صفة دائمة للروح القدس من الاب قبل كل الدهور. احنا لسه ما دخلناش في الانبثاق، ده جاي لسه في الاصحاح اللي جاي. لكن هنا بنلاحظ ان المسيح لو المجد ممكن يقول ارسله اليكم او الاب يرسله لكم باسمي. هنا ارسال الروح القدس، الروح القدس جالنا على الارض في زمن ما، لكن الروح القدس موجود قبل ما يجلنا على الارض. زي ما بنقول المسيح له المجد تجسد في ملء الزمان، لكن في البدء كان الكلمة قبل الزمان. فنقول الابن مولود من الاب قبل كل الظهور، ولكن مرسل الينا من الاب في زمن ما او في ملء الزمان. نفس الكلام عن الروح القدس، الروح القدس منبثق من الاب قبل كل الظهور، ولكنه مرسل الينا في ملء الزمان بتاع الروح القدس اللي هو في يوم الخمسي، هتبان تاني في الاصحاح اللي جاي. هنا يقول المعزي الروح القدس الذي سيرسله الاب باسمي، لان ربنا يسوع المسيح علمنا ان كل ما يصنعه الاب بالابن وما يصنعه الابن بالاب، وكل مالي فهو للاب وكل مال الاب فهو للابن، كل عمل للاب يعمله الابن. فهنا في مساواه في العمل، لان واحد مع ابيه في الجوهر. يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. دي وظيفة مهمة قوي لازم نستوعبها للروح القدس. الروح القدس ده ساكن فينا، هو الله الساكن فينا. احنا ساعات كبشر ننسى كلام ربنا يسوع المسيح. مين يفكرنا بكلامه؟ الروح القدس اللي ساكن فينا. ودي ممكن تشعروا بيها حتى في حياتكم الخاصة. ممكن يجي لك موقف وتلاقي نفسك مزنوق في مشكلة، وتيجي تصلي يجي في ذهنك آية من الكتاب كنت نسيها، وعد من ربنا يطمنك ويريح قلبك. مين اللي فكرك بالوعد في الوقت ده؟ الروح القدس الساكن فيك. تيجي تدخل في موقف كده يحتمل الخطأ، تيجي تغلط، تسمع صوت داخلك بيفكرك بوصية في الكتاب المقدس. ايه اللي طلع الوصية في الوقت ده في قلبك؟ الروح القدس اللي ساكن فيك. عشان كده يقول الروح القدس يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم. هل تعليم الروح القدس مخالف عن تعليم المسيح؟ حاشا، لانه قال يأخذ مما لي ويعطيكم. اللي هيعلمه لنا المسيح بيعلمه لنا الروح القدس، واللي يعلمه لنا الروح القدس يطلع هو اللي قاله المسيح. فاحنا ان نسينا كلام ربنا يسوع المسيح، الروح القدس يرجع يفكره لنا. ولو عشنا بالروح نكتشف ان حياتنا مطابقة لكلام ربنا يسوع المسيح له المجد. عشان كده زي ما كان المسيح له المجد يقول من له اذنان فليسمع، للسمع فليسمع. في الكنيسة بعد كده نسمع في سفر الرؤيا الروح القدس يقول، المسيح له المجد يقول من له اذنان فليسمع ما يقوله الروح. هي من له اذنان للسمع فليسمع، يعني اللي ليه ودان يفتح ودانه كويس عشان يسمع كلام ربنا. طيب بعد ما المسيح صعد مين هيتكلم؟ الروح القدس. طب هيقول ايه؟ هيقول نفس كلام المسيح، يذكركم بكل ما قلته لكم. عشان كده كل تعليم للروح القدس يخالف تعاليم المسيح لا يمكن يكون تعليم الروح القدس. يعني في واحد يقول انا بتكلم بالروح، كويس، بتقول ايه؟ لو قلت حاجة تخالف اللي استلمناه في كلام ربنا يسوع المسيح يبقى اكيد مش تعليم الروح القدس. لان ممكن واحد يتكلم يقول انا بتكلم بالروح. طيب انت بتتكلم بالروح، ايه المقياس لدقة كلامك بالروح؟ ايه اللي يخليني اتأكد ان كلامك ده بالروح القدس ولا لا؟ لازم يكون مضمونه ومفهومه مطابق لكلام ربنا يسوع المسيح. لو بتقول حاجات مخالفة عن تعليم المسيح ما تبقاش بالروح القدس، لأن الروح القدس يأخذ مما لي ويعطيكم، يذكركم بكل ما قلته لكم، يعلمكم كل شيء. عشان كده قال لهم أترك لكم معزيا آخر ولا أترككم يتامى، سلاما أترك لكم
سلامي أنا أعطيكم. فأول الإصحاح قال لهم لا تضطرب قلوبكم، هيرجع هنا يقولها تاني لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. احنا قلنا ان الليلة دي التلاميذ كانوا قاعدين قلقانين وخايفين لان السيد المسيح عمال يكلمهم عن رحيله، عن صليبه، عن آلامه، مش هتشوفوني تاني، بعد شوية مش هتشوفوني، وبعدين هتشوفوني. كانوا خايفين وكانوا منزعجين من كلام، فكل شوية بيطمنهم بكلمة لا تضطرب قلوبكم اللي هي زي كلمة إيريني باسي، السلام ليكم. كل شوية أبونا في الكنيسة يقول السلام لجماعكم، طبعا دي قوتها طالعة من المسيح له المجد صاحب السلام. فالمسيح بيقول لهم سلامي أو سلاما أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع أو ولا ترهب. الوحيد اللي يقدر يقول سلام ويكون في قوة السلام هو المسيح له المجد، لأن احنا بنقول عليه ملك السلام وصاحب السلام ورئيس السلام. يعني احنا طول النهار نمشي نسلم على بعض ونقول سلامتك ونقول السلام ليك أو السلام حتى عليك، لكن الحقيقة هل الكلمة دي ليها قوة؟ الكلمة دي ملهاش قوة، لأن أنا كإنسان ممكن أكون مفتقد للسلام. هقول لك سلام ازاي وانا ما عنديش منه. الوحيد اللي ممكن يقول السلام ليك تبقى ليها قوتها هو رب السلام، هو اللي عنده سلام حقيقي. عشان كده لما قال سلاما اترك لكم قال سلامي اعطيكم، لان السلام الحقيقي هو سلام المسيح نفسه. يعني ايه؟ يعني لما نفكر في ربنا يسوع المسيح له المجد، عنده سلام يفوق كل عقل، لأنه هو إلهنا، لأن كل العالم يخضع له، الزمن ملكه والمكان ملكه والتاريخ ملكه والبشر ملكه والأحداث كلها تحت طوعه. فلما يقول السلام هو يملك السلام حق، وهو اللي بيدي عطية السلام. فلما يقول سلامي أعطيكم ده بيدينا حاجة غالية قوي، بيدينا السلام اللي باين عليه، اللي عنده، اللي يملكه واللي عايز بيه، وحاجة شخصية ليه. حتة أترك لكم، انتوا عارفين دي ليلة وداع، عادة الأب لما يودع ولاده يوزع الترك، فهنا هو بيودع حبايبه. هتسيب لهم ايه يا رب؟ انت بتقول لهم في العالم سيكون لكم ضيق، يعني انت بتودعهم وسايب لهم ضيق، بتودعهم وسايب لهم مشاكل، بتودع لهم وتقول لهم في آلام وفي صليب وفي، وتقول لهم طيب الروح القدس جاي، لكن في تركة هنا. التركة الجميلة اللي سيبها ربنا يسوع المسيح له المجد لتلاميذه هو سلامه، وهي أغلى وأغنى تركة في الدنيا. يا ريت الواحد فينا يعرف يترك لأولاده شيء من هذا السلام. أنت ممكن تسيب لعيالك تركة بالألفات والملايين بس ما يبقاش معها سلام، ما يدقهاش، يعيشوا طول أيامهم في خبط ورزع ومشاكل وضيقات، وممكن ما تسيب لهمش حاجة لكن تسيب لهم سلام، سلام روحي، سلام حقيقي، سلام المسيح له المجد. ساعتها يفضلوا طول حياتهم فاكرينك بالخير لأنك تركت لهم سلاما. في واحد يرحل عن الدنيا وسايب وراه كمية مشاكل وهموم وصراعات ويغرق اللي وراه، لكن المسيح له المجد قال لأولاده سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم. وعشان يميز قال ليس كما يعطي العالم، دي مش هتلاقوها في الدنيا خالص، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. يعني لو دورت على سلام في الشركات التأمين تلاقي كلام، تلاقيش سلام. لو دورت على سلام في المراكز تلاقي برضو يطلع كلام مش سلام. لو دورت على سلام في الفلوس والغنى كل ده كلام، لكن اللي بيقوله المسيح له المجد مش كلام، ده سلام فعلا، سلام حقيقي. والسلام ده سايبه للكنيسة، عشان كده الكنيسة تلاحظوا ان اغنى حاجة تديها لولادها كل شوية تقول لنا ايه السلام لكم. ما طب الكنيسة حالتها ايه؟ لا عارفة توزع فلوس ولا عارفة توزع مراكز ولا عارفة توزع مناصب،
لكن تدينا كل شوية تقول لنا لا احنا عندي حاجة غالية قوي سايبها لي العريس بتاعي المسيح له المجد، سايب سلامه عندي. فأنا كل مفتقد ومفتقر للسلام يجي أقول له السلام ليك. عشان كده في إرساليته التلاميذ يقول لهم إيه؟ كل بيت تدخلوه قولوا السلام لهذا البيت. يا سلام يا رب، يعني شغلانة يعني لما يدخلوا البيت يقولوا السلام؟ لا، ده هنا مش كلام، ده سلام. لأن هنا السلام طالع من فم المسيح، طالع بقوة، طالع سلام حقيقي. فإن كان هناك ابن السلام يحل سلامكم عليه. يعني لو هذا البيت مستحق، لو البيت ده عاوز ربنا، البيت ده هياخد سلام فعلا وهياخد بركة. إذن الكنيسة لما بتقول السلام ليكم بتدينا قوة. يعني شو عايز يقول إيه يعني كل شوية يقولوا له إيريني باس السلام ليكم في الكنيسة، خدنا إيه يعني؟ لا، أنت لو داخل عاوز حاجة هتاخدها، لو داخل مفتقد للسلام هتاخد سلام. وكثير منكم عارفين تبقى داخل العشية ولا القداس وانت متضايق وتصلي شوية وتطلع عندك سلام. خدته امتى ده؟ خدته مع السلام لكم، خدته في وقفتك في السلام. سلاما اترك لكم، سلامي اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم انا. شوف السيد المسيح لو كان مكاننا وسط الهموم والمشاكل كان هيقلق؟ ما كانش هيقلق. ايه رأيك بقى لو ادالك السلام اللي عنده منه، السلام اللي في قلبه؟ لو انت عندك نفس السلام اللي عند المسيح قدام المشاكل، مشاكل ايه؟ هموم ايه؟ امراض ايه؟ مفيش حاكمة، كله في ايده. من هذا النوع نحن نأخذ السلام عن المسيح، فدي حاجة غالية جدا. فقال لهم سلاما اترك لكم، سلامي اعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. لا تضطرب قلوبكم، ده الدليل أنك استلمت السلام. علامة أنك واخد السلام من المسيح النتيجة دي، لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. طب لو لقيت نفسك مضطرب اجري على ربنا قول له هات شوية سلام، قول له ناقصني سلام يا رب، سلامك ليس فيي، عندي من سلام العالم، عندي شوية شهادات تأمين لكن مش عاملالي سلام، أنا عاوز سلامك. كنيستنا الحلوة من حبها لهذا الجزء حطته كل يوم في صلاة الساعة الثالثة، الساعة 9 الصبح مع بداية الحرب بقى في الشوارع والمرور والأشغال والكليات والمدارس. يقول الواحد في سره هذا الفصل من إنجيل يوحنا، سلاما أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. آية جميلة يا ريت الواحد يفتكرها كل يوم في المعد. يعني لما كنتش بتصلي صلاة الساعة الثالثة على الأقل افتكر الكلمة دي، افتكر الآية دي، سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم. السلام عطية إلهية مش هتلاقيها في الدنيا، ومش هتعرف توصل لها غير لما تقرب من ربنا. وعشان كده الكنيسة تطلب السلام بإلحاح. تلاقوا أغلب صلواتنا تنتهي بكلمة يا ملك السلام أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك. تاخدوا بالكم مش قرر لنا السلام، مش أعطينا السلام، لا، كنيسة واعية للي المسيح قاله، قال سلامي أعطيكم، فتقول له أعطينا سلامك وقرر لنا سلامك. احنا عاوزين من النوع ده، مش عاوزين من النوع اللي في الدنيا. ما احنا بنشوف ناس بتضحك بس ما عندهاش سلام، وبنشوف ناس غنية قوي بس ما عندهاش سلام. فاحنا مش عاوزين من السلام اللي في الدنيا. اعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، لان احنا عارفين انه لا سلام قال الهي للاشرار. مش هنلاقي سلام بدون توبة. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. كل ما تلاقي قلبك مضطرب اجري قول له يا رب اديني سلامك، يا ملك السلام اعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا. سمعتم إني قلت لكم إني أذهب ثم آتي إليكم، لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون، لأني قلت أمضي إلى الآب لأن أبي أعظم مني. سمعتم إني قلت لكم أن أذهب ثم آتي إليكم، وعمال من أول الليلة دي يقول لهم أنا ماشي وهرجع تاني، بعد قليل لا ترونني ثم بعد قليل أيضا ترونني. وقالوا له إيه القليل ده؟ وابتدى يشرح.
فقال لهم انا لما بقول لكم ان انا ماشي وراجع بتزعلوا، بصراحة لو كنتوا بتحبوني كنتم تفرحوا اني قلت اني امضي الى الاب لان ابي اعظم مني. وبرضو نقف عند الاية دي، لو انتوا بتحبوني تفرحوا ان انا ماشي. طب ليه يا رب؟ ما انت ماشي مش هنشوفك، نفرح ازاي يعني؟ قال لهم ما اني رايح للاب لازم تفرحوا لي. هنا بينبهنا لحاجة مهمة. لو احنا بنحب واحد، هقول مثل بسيط، ابن او اخ او صديق عزيز، وبعدين مسافر بره هياخد شهادة كبيرة او هيعمل انجاز كبير قوي، لو انا بحبه قال لي انا مسافر عشان هعمل مجد من نوع معين يعني، لو انا بحبه اقول له طبعا سافر، سافر وانا فرحان لك، سافر وانا فرحان بيك وفرحان ليك لان هناك ليك مجد وهستناك. لو انا اناني، ما الانانية عكس الحب، اقول له لا سافر ده ازاي، انا ما اقدرش استغنى عنك، تفضل جنبي، بس هناك في مجد، هناك في انتصار، هناك في كرامة، لا لا ما تبعدش عني انا عاوزك جنبي. دي اسمها ايه؟ ما اسمهاش حب، هي شكلها حب بس هي الحقيقة مش حب، ده انانية. انا عاوز اعطله عن مجده وعطله عن كرامته عشان يقعد جنبي لان انا عاوزه، انا دي انانية. لو انا بحبه بصدق اقول له لا روح بدل هناك هتفرح اكتر، روح بدل هناك تنبسط اكتر. خلي بالكم المعنى ده، لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون باني امضي الى الاب. ليه؟ لان مجد السماويات غير مجد الارضيات. المسيح على الارض حين اخذ صورة عبد صائرا في شبه الناس تنازل عن مجده، أخلى ذاته وأخفى مجده، وما بقاش حد واخد باله من عظمته ومجده. يوم ما يرجع لمجد أبيه ما بقاش فرحان بيه، أقول له يا رب كفاياك بهدلة، أنت مش وش بهدلة، على الأرض إحنا متبهدلين أصل إحنا مش وش مجد، لكن أنت كتر خيرك جيت لنا على الأرض وعشت معانا الغلب والذل، كفاك يا رب ارجع إلى مجدك. فلو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب لأن أبي أعظم مني. مقصود بيها أن المجد في السماويات للابن هو المجد الذي لأبيه، هو مجد لا يتصوره إنسان ولا يدركه عقل، هو المجد اللائق برب المجد يسوع المسيح، ومن يحبه يحب له المجد. فهمتوا المعنى ببساطة؟ لأن احنا لسه هنقول أريوس قال فيها إيه دي. عشان كده معلمنا بولس الرسول وهو يذكر حدث الصعود قال رفع في المجد، يعني المسيح صعد في مجد لانه يعود الى مجد ابيه. وده اللي قاله ربنا يسوع المسيح في صلاته في يوحنا 17، قال له مجدني ايها الاب بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. يبقى لما يقول أبي أعظم مني لا يقصد طبيعة الآب ولا جوهر الآب، لا حاشا، لأنه قال قبل كده أنا والآب واحد، إنما يقصد المجد اللي بينه في يوحنا 17 وقال مجدني بالمجد الذي لي عندك قبل كون العالم. طب فين المجد ده رب؟ مش باين عليك ليه وانت على الأرض؟ لا أنا على الأرض واخد صورة عبد وصائرا في شبه الناس، فالمجد ملوش مكان، أخفى مجد. فقال لهم لو بتحبوني تحبوا أرجع بقى لمستواي، أرجع لمجدي الذي تركته من أجلكم. أدي معنى لأن أبي أعظم مني. هنا العظمة هي يسموها أعظم بسبب التدبير، يعني لأن المسيح له المجد أخذ جسدنا وصار في شكل العبد. هو العبيد ليهم كرامة ومجد؟ ملهمش، ولكنه إذ يعود سيدا يعود لمجده. فلما بيقول لهم أبي لأنه سيد عظيم وأنا سأعود وأكون سيدا لأني مع الآب واحد في الجوهر، أبي أعظم مني، تتفهم. يجي أريوس بقى لخبط الدنيا، قال دي آية واضحة جدا تقول إن المسيح أقل من الآب. أقل إزاي؟
بقالنا 14 إصحاح بنقول إنه الجوهر واحد والطبع واحد، ما فيش إصحاح عدى علينا تقريبا إلا في أكثر من إثبات أن المسيح إله حق من إله حق، نور من نور، واحد مع الآب في الجوهر. ما فيش ولا إصحاح. هنيجي عند الآية دي بس ونقول إن المسيح أقل من الآب، طب ما نفهمها ضمن سياق الكلام، نفهمها كما سلمها لنا الآباء. سلموا لنا إيه؟ سلموا لنا إن الآية دي مقصود بيها إن المسيح في التدبير أخلى ذاته وترك مجده على الأرض وهو على الأرض، وحين وفي الصعود يعود إلى مجده. من هنا يبان فرق العظمة بين الأب والابن. ماشي؟ ولا صعب الحتة دي؟ الحتة دي مهم، لأن لغاية النهاردة تلاميذ أريوس، أريوس ليه تلاميذه اللي هم شهود يهوى، لغاية النهاردة يدخلوا البيوت ويفتحوا الحتة دي، يفتحوا على طول يوحنا 14. أول ما يفتح لك يوحنا 14 قول له أبي أعظم مني بس أنا فاهمها صح، وقفل له إنجيله وقول له تفضل ما تدخلش تاني هنا، لأن هم بيقولوا كلام غلط. عاوزين يقولوا إن المسيح أقل من الآب، ليس إلها. طب إن كان ما كانش المسيح إله يبقى كل اللي احنا فيه ده كلام ما مش نافع في حاجة. إن لم يكن المسيح هو الإله الحقيقي، أمال مين اللي فدانا؟ فدانا إنسان، طب ما يروح يفدي نفسه، هيفدينا كلنا إزاي إن كان إنسان عادي؟ قلت أمضي إلى الآب لأن أبي أعظم مني. كمان في الآية دي بان قد كده المسيح له المجد فرحان بالصعود، أنا راجع للآب، لو بتحبوني تفرحوا إن أنا راجع للآب. إحنا كمان لأننا نعرف المحبة الغير مدركة بين الآب والابن، بيقول له يا رب سافر بالسلامة، ارجع إلى مجدك، ارجع إلى سماك، ارجع إلى حضن أبيك، ونحن ننتظرك لتأخذنا إلى نفس الحضن، ولكن يا رب عد إلى مجدك. فلو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب لأن أبي أعظم مني. الحقيقة التلاميذ يمكن في الوقت ده ما كانوش فاهمين الكلام، لكن يوم صعوده كانوا عايشين الكلام. نتعجب انه في يوم صعوده رجع التلاميذ بفرح. كنا ننتظر بقى ان يوم وداعه يوم صعوده يرجعوا عمالين يعيطوا صعبان عليهم المسيح مشي وسافر. لا، هم فعلا فهموا يعني ايه رفع في المجد، وشافوا مجده كده هو طالع في السحاب، وينتظرهم ايضا ان يكون لهم في اليوم الاخير مثل هذا الارتفاع معه، فرجعوا بفرح عظيم. لو كنتم تحبوني لكنتم تفرحون لأني قلت أمضي إلى الآب لأن أبي أعظم مني، وقلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون. يعني إيه الآية دي؟ لو في أحداث حصلت مفاجأة للتلاميذ كان ممكن يتعثروا ويقولوا الله إزاي؟ إزاي يحصل كده؟ ما كانش قايل لنا. يبقى حصلت الحاجات دي غصب عنه. لكن وهو بيقول لهم كل اللي هيحصل بالتفصيل قبل ما يحصل، يؤكد ايه؟ انه اله، ويؤكد انه كل شيء حسب خطته وحسب تدبيره. فقال لهم لو كنت قلت لكم الان قبل ان يكون حتى متى كان تؤمنون. معنى كده ان كان لسه ايمانهم ما استواش، عشان كده وقت الصليب كلهم هرب. هو عارف المسيح له المجد ان بعد السنين دي كلها لسه التلاميذ أقرب الناس إليه إيمانهم مش كامل، لسه هيشكوا، وهيقول لهم كلكم في الليلة دي هتشكوا. وبطرس زي ما شفنا الإصحاح اللي فات يقف يقول له لا أنا مش هشك أبدا، يقول له أنت بالذات هتشك وهتقول. فهنا بيقول لهم قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون، يعني أنا بقول لكم كل حاجة عشان لما تحصل وتشوفوها بعينيكم تفتكروا اللي أنا قلته تقوموا تصدقوني. يا رب لغاية دلوقتي مش مصدقينك وانت برضو بتحايلهم. المسيح له المجد في قمة التواضع، انه عمال يقول كلام وعارف ان ولاده لسه مش مصدقينه وبرضو ساكت. قلت طب معلش لما تشوفوها بعينيكم وتحضروها بنفسكم تبقوا تصدقوا، تبقوا تصدقوا. احنا لو قلت كلمة لواحد وما حسيت انه مش مصدقك تبقى وقعته بيضة، ازاي ما يصدقكش؟ ازاي يعني؟
والمسيح له المجد مع تلاميذه وبقالهم كل السنين دي ومش مصدقينه قوي، وهو قابل يقول لهم طب معلش انا بقولها لكم قبل ما تحصل عشان لما تحصل تصدقوا. تواضع شديد يعلمه لنا ربنا يسوع المسيح له المجد. لا اتكلم ايضا معكم كثيرا، مع ان هو الليله دي كان فيها كلام كثير. لا اتكلم ايضا معكم كلاما كثيرا لان رئيس هذا العالم ياتي وليس له في شيء. امال هتتكلم امتى يا رب له المجد؟ هيتكلم امتى ربنا يسوع المسيح؟ هو هيحوش الكلام لبعد الايام. عشان كده احنا عارفين ان المسيح قضى ساعات طويله وايام طويله مع التلاميذ بعد القيامه يقول لهم الامور المختصه دي في جميع الكتب، ويقول لهم الامور المختصه بملكوت الله وتدبير الكنيسه 40 يوم من القيامه للصعود. عشان كده ليله صليبه قال لهم مش وقت كلام كتير الليله دي، انا بس في حاجات مهمه عاوز اقولها لكم. انا ماشي بس الروح القدس جاي وما تقلقوش، وبطرس لو شكيت انا برضو بصلي لك، وشويه نقط مهمه، لكن الكلام الكتير لسه قدام. يقصد قدام امتى؟ بعد القيامه هيبقى في وقت مرحرح، وهيبقى ايمانهم كده استوى شويه وشافوا المسيح قائم من الموت وتثبت ايمانهم وثقتهم في لاهوته. هيسمعوا بعد كده بقى اسرار الملكوت والحياه الكنسيه وكل شيء. لا اتكلم ايضا معكم كثيرا. صدقوني ممكن ناخدها بتامل انه برضو كلام المسيح معانا على الارض، بالرغم انه كلام حلو ومش قليل، لكن في وقت في السماء في كلام مش هيخلص. ساعات الواحد مهما ارى وسمع وتامل وصلى يقول يا رب لسه حاسس ان انا مش عارفك، لسه حاسس انك لغز. فربنا يقول له يعني هو انت بس؟ ده بولس الرسول نفسه قال اننا ننظر الان كما في المرآة في لغز. ده بولس بيقول كده، وفي كورنثوس الاولى 13 يعني بعد السنين دي كلها حاسس ان علاقته مع ربنا لسه فيها الغاز، لسه في حاجات مش عارفها، لسه في كلام ما سمعوش، لسه في تساؤلات ملهاش اجابات، لسه في امور ما استوعبهاش. لانه طبعا لسه بدري. وبولس الرسول يوصف لنا بقى يقول لنا ده حالتنا مع ربنا على الارض تشبه حالة الطفل بالدنيا. لما كنت طفلا كطفل كنت اتكلم وكطفل كنت افطن، ولما صرت رجلا ابطلت مال الطفل. فاننا الان ننظر في مرآة في لغز، ولكن حينئذ وجها لوجه ساعرفه كما عرفاني، او سنعرف الله كما عرفت. يعني ايه؟ في السماء هتبقى الحكاية اوضح كتير. محدش فينا يقدر يقول انه مستوعب ربنا 100%. كلنا في معرفة الله معرفة اطفال، كلنا نقترب من الله اقتراب الاطفال السذج اللي بيعتمدوا على الثقة والايمان اكثر ما يعتمدوا على الفهم والعقلانية، لان الله غير محدود. عشان كده بعد اصحاحين هنسمع المسيح له المجد يقول للاب لان هذه هي الحياة الابدية ان يعرفوك انت الاله الحقيقي ويسوع المسيح الذي ارسلته. يعني هم لسه ما عرفوش الاب بعد كل اللي انت قلته ده رب، بعد كل التعاليم دي، بعد كل السنين دي، لا لسه ما عرفوش كويس. ولا يعرفوك انت يا رب يسوع ويسوع المسيح الذي ارسلته، لا هيعرفوني كويس في السماء. تلاميذك اقرب الناس ليك لسه ما يعرفوكش كويس؟ لا لسه طبعا. الكلام ده يعزينا ويريحنا، لان ساعات نجد بعض التساؤلات اللي الواحد كده يعني حاسس انه مش قادر يجيبها. وماله؟ لان في امور لا مش هنستوعبها على الارض، هنستوعبها في السماء. عشان كده المسيح يقول لا اتكلم ايضا معكم كثيرا. لسه في جولة مهمة بين المسيح وبين رئيس هذا العالم. رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء. يعني ايه الآية دي؟ رئيس العالم هو مين؟ الشيطان. قال لهم اصل انا شايفه هالي له، رئيس العالم جايلي. دي الجولة الأخيرة خلاص. رئيس العالم الشيطان بينه وبين المسيح جولات كتير قوي، وفي كل مرة المسيح كان بيغلبه. فالمرة دي رئيس العالم جاي وليس له في شيء.
رئيس العالم بيغلبنا عادة لأن له فينا شيء. يعني إيه له فينا شيء؟ يعني ممكن تفهم على إنه ماسك علينا غلطة فما تعرفش يعني تفلفص منه قوي، أو له فيك حتة، لو فيك حتة غضب، لو فيك حتة كراهية، لو فيك حتة أنانية، لو فيك حتة مادية. طب في المسيح ليس له في شيء. رئيس العالم يجي عندي أقول له أنت مالكش حاجة عندي خالص. أي واحد فينا يقف كده قدام الشيطان يقول آه ده أصله مدينني بحتة كده، لو في شيء. يا ريتنا نبقى زي المسيح، رئيس هذا العالم ليس له في شيء. مين فينا يقدر يقول الكلمة دي عن نفسه؟ رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء. كلنا فينا حتة، لكن هو المسيح لو المجد بينظفنا حتة حتة لغاية ما نبقى شبهه. ورئيس هذا العالم ليس له فينا شيء. الشاطر اللي يوصل لكده. فبيقول لهم أنا مش فاضي أكلمكم دلوقتي لأنه رئيس العالم جايلي وليس له في شيء. فأنا بقى إيه؟ هديله علقة محترمة وخلص الموضوع خالص. ولكن ليفهم العالم أني أحب الآب وكما أوصاني الآب هكذا أفعل. قوموا ننطلق من هاهن. يعني ليفهم العالم أني أحب الآب وكما أوصاني الآب هكذا أفعل. في حاجات ربنا يسوع المسيح له المجد يقول أنه بيعملها بإرادته. يعني في الصحاح يقول لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها، ليس أحد يأخذها مني على نفسه. يعني أنا اللي داخل على الفداء، وأنا اللي بقدم نفسي ذبيحة، وأنا اللي هاخد نفسي وأقوم من الموت بإرادتي. وفي موضع آخر يقول كل اللي بعمله بعمله عشان وصية أبويا. يعني يا رب يسوع أنت بتعمله بمزاجك ولا من غير مزاجك؟ طبعا المسيح له المجد، كل ما يصنعه يصنعه بإرادته، ولكنه عاوز يعلمنا ان ارادته واراده الاب واحد. وعاوز يعلمنا انه في طاعة الاب يقدم نفسه ذبيحة. ليه؟ ما تنسوش ان مشكلة ادم انه معرفش يسمع الكلام، معرفش يسمع كلام ربنا. فادم الجديد ربنا يسوع المسيح بيقدم لنا الصورة اللي المفروض كان يبقى عليها ادم الاولاني، واللي المفروض يبقى عليها كل واحد فينا، الطاعة العمياء لكلمة الله اللي انت تقوله انا هعمله رب، كما اوصاني الاب هكذا افعل. فالمسيح له المجد بيقدم لنا الصورة المثالية اللي معرفش ادم الاولاني يعملها. ادم ما سمعش الكلام ورثنا الموت، المسيح له المجد كادم الجديد سمع الكلام فورثنا الحياة الابدية. عشان كده معلمنا بولس يتأمل في الحتة دي ويقول ايه؟ مع كونه ابنا، يقصد ابنا حرا يقدر يعمل اللي هو عاوزه، تعلم الطاعة مما تألم به. يعني هو ابن حر يقدر يعمل اللي هو عاوزه، بس التزم بطاعة ابيه التزام كامل عشان يكون سبب خلاص لجميع الذين يطيعونه. يعني احنا قدامنا مثالين دلوقتي، احنا كلنا بني ادمين ولاد ادم. لو عملنا زي آدم الأول ما سمعناش كلام ربنا، أنت يا آدم تراب وإلى التراب تعود. لكن لو عملنا زي المسيح له المجد لما بيقول كما أوصاني أبي هكذا أفعل، كده ندخل الحياة الأبدية وراه. قدامنا سكتين، يا نسمع كلام ربنا ونركز فيه وننشغل بيه، ومن يحبني يحفظ وصاياي، كده احنا ماشيين في سكة المسيح من مجد إلى مجد. يعني نمشي ورا سكة آدم ونهمل وصية ربنا وندوس على وصايا ربنا وكده من التراب وإلى التراب. عشان كده معلمنا بولس في رومية 5 حطلنا آدم في مقارنة مع المسيح، وقال كما في آدم كل الناس ماتت، في المسيح الناس مدعوة للحياة الجديدة. وحط نفس المقارنة في كورنثوس 15 برضه. وعشان كده الكنيسة ساعات تسمي المسيح آدم الثاني أو آدم الجديد أو الأصل الجديد للطبيعة البشرية الممجدة أو المقدسة بالمسيح. فالسيد المسيح بيقدم لنا مثالية الطاعة، بيقول لنا شوفوا أنا بعمل ده كله عشان يفهم العالم أني أحب الآب وكما أوصاني الآب هكذا أفعل. أنتوا بتحبوني، طب اللي أنا أقول لكم عليه أعملوه.
زي ما انا بحب ابويا وكل اللي بيقول لي عليه بعمله. فاهمين الحكايه ماشيه ازاي؟ انا احب الاب جدا وكما اوصاني الاب هكذا افعل. ومن يحبني يحفظ وصاياي، ومن يحفظ وصاياي انا احبه ويحب ابي. فهمتوا الحته اللي فاتت؟ فقال لهم انا بحب الاب جدا عشان كده كل اللي بيقوله لي بعمله. طب في مفهوم اخر، هل الابن كان يصنع ما يريده؟ طبعا، لانه بصادق ترتيبه وتدبيره وهو الاله الحقيقي كان يريد ان يخلصنا ايضا. لكن هو لما اخذ صورة عبد اطاع حتى الموت. اطاع هنا يعني ايه؟ اظهر الطاعة العمياء لخطة الاب حتى الموت، موت الصليب. اذا المسيح له المجد اخذ شكل الطاعة كاملة عشان يبقى مثلنا الاعلى. المسيح له المجد طاوع طاعة كاملة بوصية الاب عشان يقول لنا امشوا ورايا واسمعوا كلامي طاعة كاملة عشان تتمجدوا ايضا معي. ليفهم العالم اني احب الاب وكما اوصاني الاب هكذا افعل. قوموا ننطلق من ها هنا. هو قوموا ننطلق من ها هنا حرفيا، لانه يلا بينا نروح نقابل مين؟ رئيس هذا العالم يأتي، يلا نروح نقابله. انا شايفه جاي. هو شاف غالبا ساعتها يهوذا اتحرك مع رؤساء الكهنة مع حرس الهيكل عشان يطلعوا على جثماني حسب الخط. فقال لهم يلا نروح. فقوموا ننطلق من ها هنا ممكن تكون مقصود بيها يلا نطلع على جثماني عشان نتحرك بقى للقاء الأخير والجولة الأخير. كمان ممكن تبقى بمعنى روحي قوموا ننطلق من ها هنا، يعني تعالوا نطلع بره الدنيا دي. والمسيح عمال يقول لهم انا ماضي الى الاب وهو مستعجل. كل انسان روحي يحب ربنا تبقى عنده دعوة كده من المسيح يقول له قوموا ننطلق من ها هنا. يعني كفاية قاعدة في الدنيا، كفاية انشغال بالدنيا، كفاية نوم الدنيا واكل الدنيا وهوسة الدنيا، قوموا ننطلق من ها هنا. فهي دعوة لكل إنسان بيتعلق بالمسيح إنه يطلع وراه على جثماني، ومن جثماني على الصليب، ومن الصليب على القيامة، ومن القيامة على السماء، وهناك بقى يشوف العز كله. قوموا ننطلق من ها هنا. عشان كده كلمة ننطلق حتى يعني كأن واحد محبوس عاوز ينطلق، زي ما اتقال في العهد القديم أطلق من الحبس نفسي، أو يطلق من الحبس نفسي، كأن الواحد محبوس في الدنيا دي وعاوز ينطلق. فالسيد المسيح كأنه عاوز ينطلق إلى الآب، فبيقول لهم يلا يا ريتكم تيجوا معايا وننطلق كلنا. أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. بيديهم التوصيات الأخيرة، ودي ليلة صليبه، ويمكن بقية الكلام يكون في السكة أو لسه في العلية أو في جثماني، لكن كل ده قبل ما يمسكوه في الليلة الأخيرة. أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. كل غصن في لا يأتي بثمر ينزعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. السيد المسيح يشبهها تشبيه جميل وتشبيه مشهور في الكتاب المقدس. قال لهم أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. يعني الآب السماوي قدمني ليكم ككرمة، بمعنى انه المسيح له المجد بقى واحد معانا في الطبع البشري. عشان كده يقول كل غصن فيا. ايه العلاقه بيني وبين المسيح؟ ان انا والمسيح له كل المجد شايلين جسد واحد، لينا دم ولحم زي بعض، فانا ليا فيه وهو له فيا. لكن اللي عمل هذا الجسد الاب السماوي، واخدين بالكم؟ ارسل ابن الوحيد وتجسد من العذراء. أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. كل غصن في لا يأتي بثمر ينزعه. يعني المطلوب منك إيه؟ أنت غصن في المسيح، بس المسيح له المجد مستني أنك تثمر. فأول حاجة نكتشفها في المثل ده، ماذا ينتظر المسيح من كل واحد فينا؟ أول حاجة أو أشهر حاجة ينتظرها زي كل فلاح بيتعب مستني يشوف ثمر. كل غصن فيا لا يأتي بثمر ينزعه. يعني ما كنتش تجيب ثمار يبقى مصيرك تتقطع.
وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. يعني لو لقيت عندك ثمر تقول المسيح أنا جبت ثمره، يقول لك طيب تعالى أوضبك أكثر عشان تجيب ثمر أكثر. مش كفاية؟ لا مش كفاية. 30 و60 وما أو من مجد إلى مجد، لأن الروح القدس ما بيقفش عند مستوى. أولا ده معنى مهم أن كل واحد فينا يفتكر أن المسيح له المجد ينتظر منا ثمر، ودي تكررت في أكثر من موقف، زي المثل اللي حكاه ربنا في إنجيل لوقا عن الشخص اللي عنده أرض وبيجي عند الغرس اللي سايبه وينتظر ثمرا، ويجي للشخص المسؤول عن الزرع يقول له أنا بقالي 3 سنين أطلب ثمر ولا أجد، اقطعها، لماذا تبطل الأرض؟ فيقوم اللي بيزرع يقول له طب سيبها لي السنة دي بس حتى أضع زبلا وأنقب حولها، فإن صنعت ثمرا وإلا ففيما بعد نقطع. يعني المسيح لو المجد منتظر ثمر. كل يوم يزيد في حياتك افتكر المعنى ده، إنك لسه ما جبتش ثمر كفاية، وإن المسيح مستني منك ثمر أكتر. وحاسب لحسن سنة في التانية ويوم في التاني بيروح، وتكون الفرصة خلصت وتيجي وقت يقطعها وما يبقاش في فرصة تجيب ثمر. أنا أتكلم عن الثمر بس دقيقتين وخلاص. الثمر ده مقصود بإيه؟ أول ثمر ممكن نفهمه اللي كلمنا عنه يوحنا المعمدان لما قال للناس اللي كانت جاية تتوب اصنعوا أثمارا تليق بالتوبة، وده كل مجموعة من اللي جايين له يتوبوا تدريب خاص بيهم. فأول نوع من الثمر ممكن نسميه ثمر التوبة. ثمر التوبة يعني إيه؟ يعني لو أنت تايب صحيح لازم هيبان عليك ثمر. واحد كان طماع ومشغول بالفلوس جدا، لما يتوب إيه ثمر التوبة؟ يبقى سخي في العطاء، يطلع فلوس يدي لربنا بدون حساب، ده اسمه ثمر توبة. واحد كان أناني جدا وانشغلش غير بنفسه، لما يتوب يبقى عنده ثمر توبة، يدي حياته للناس ويخدم الناس ويحب الناس، اسمه ثمر توبة. زي ما كان يوحنا يقول للناس اللي بتقوله إن كانوا عساكر مثلا ما تظلموش حد، اصنعوا أثمارا تليق بالتوبة، اكتفوا بعلائفكم ما تاخدوش رشوة من حد. فأول نوع من الثمر هو الثمر المتناسب مع التوبة، يعني الواحد تايب عن خطايا يقدم قصادها ثمار، ثمار توبته يعني انه بطل حاجة وحشة ودخل في حاجة عكسها حاجة حلوة. يستمر معنا الثمر في كلام بولس الرسول في غلاطية 5 ونسميه ثمر الروح. ثمر الروح اللي هو الفضائل بأنواعها، محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، وداعة، إيمان، تعفف، دي ثمار كلها ينطبق عليها اللي قاله ربنا يسوع المسيح كل غصن في لا يأتي بثمر ينزعه. يعني معنى كده السيد المسيح مستني يشوف فيك فرح، يستني يشوف فيك محبة، يستني يشوف فيك سلام، مستني يشوف فيك طول أناة، ولو ما عندكش يفضل ينقيه عشان يجيب ثمر، ولو عندك ينقيك عشان تجيب ثمر أكتر. لكن لو قاعد كده مش مفيش ثمر خالص حاسب لحسن تتقطع، لا مفيش محبة ولا فرح ولا سلام ولا طول أنا ولا لطف ولا وداعة ولا إيمان، الله لا يبقى ننزعه. فالسيد المسيح قال كل غصن فيا، يعني أولا بيننا وبين المسيح في التصاق، والالتصاق ده النهاردة بالروح القدس. الروح القدس لازقنا في المسيح له المجد، مخلينا أغصان في الكرم. لكن هذا الثبات له دليل، لو كنت ثابت في الكرمة لازم يبان عليك ثمر، ولو مش باين عليك ثمر حاسب لحسن الغصن بتاعك اتقطع بسرعة، ولو في ثمر ما تقولش كويس أنا عندي ثمر، قول لازم ينقيني لكي آتي بثمر أكثر. ونكمل المرة الجاية، لإلهنا كل مجد وكرم الأبد. ناخد آية انتوا حافظين، سلامي اترك لكم، نقولها مع بعض وخلاص. سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. كمان مره،
سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا تكذب. أنا بستأذنكم.